احنا دخلونا في أمة ذات عوز. عارفين أمة العوز؟ أمة الفقر. دخلونا فيها، ولما اجي اخرج بيكم منها يقول لك هشتاجر حال يا سيسي. لما اجي عايز اخرجكم من العوز وخليكم أمة ذات شأن بفضل الله سبحانه وتعالى، تعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي. ازعل ولا ما ازعلش؟ فدي ازعل، فدي ازعل.